مرحبا بكم في لقاء جديد من فضاءات. ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والمصور الفوتوغرافي الأردني صالح حمدوني. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. تضرعت للأيام أرجو صرافها، وقد تعبت نخلي وملت جفافها. تأملت في الآفاق أنقاض غيمة بلا خجل نامت وعافت رعافها، ودالية لم يكمل العد حملها، فأجهض نقص الوقت عنها قطافها. يسائلها الناعور عما تحملت، وكيف اعترى بغي الفصول عفافها. تبدت تدير العين في التيه حولها، كراعية تشكو لذئب خرافها. تناور ناب الموت ترجو سلامة، وتعلم أن الوحش يردي ضعافها. تناهبها الركبان كل لناقة، وكشفت الأرياح عنها لحافها، ودكت رجوم القهر أركان صبرها. ومرت سني لم يجدن انتصافها، فسبع وسبع واثنتان، ولا أرى على عتبات الوقت إلا إجافها. غريب عليها الخوف، وهي التي سمت قرونا ولم يشهد بنوها ارتجافها. أيا بنتها هلي دموعك أنهرا، فبغداد شقت يوم برد عطافها. تعاورها الأنذال من كل حانة، يديرون في كأس المنايا سلافها. وشيعها التاريخ في أوج مجدها عروسا، قراع الموت أبلى زفافها. يغلق عصف الشح أبواب جودها، وينضب ناب الحرب عنها صدافها. تقاطر ولد النار، هذا معمم وذلك قسيس، ليدموا شغافها. ومن يدعون السلم أجروا نصالهم بخافقها الملتاع، سنوا حوافها. كثيرون مثل الدود في كل هيئة، يقيمون حفل النار والكل طافها. مرابون تجار وجار وصحبة، شياطين شر يعلنون اختطافها. خطيئتها أن المنايا هوت بها، وشاءت أيادي الظالمين اقترافها. وما غير سيف يقطع العتم برقه، ويردي مريدا في الليالي أخافها. سأفتح في التاريخ بابا لعزها، وأقسم للأيام ألا أعافها. سأنكأ جرح القلب بالشوق كلما تباطأ في نزف عليها وسافها، وأجعل روحي سور نور يحوطها، وأجعل قلبي درعها وخصافها. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب
وفقرة هذا كتابي. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين والقراء. أنا نهى عبد الرحمن عمر، كاتبة وشاعرة فلسطينية من محافظة طول كرم وسكان مدينة رام الله، وأعرفكم بكتابي ما تيسر من أرق، وهو مجموعة من الخواطر والنصوص والأشعار النثرية وليست الموزون. فأنا ابتدأت بالشعر النثر أو بكتابة النثر، ثم قبلت التحدي وبدأت أكتب، غيرت الخط وبدأت أكتب الشعر العمودي والشعر التفعيلة وكل أنواع الكتابات المختلفة. ما تيسر من أرق عبارة عن مجموعة أيضا تحمل النفس، هموم النفس البشرية وهموم نفس المرأة وعاطفتها وتقلباتها وتداعيات الأحداث أو العلاقات العاطفية التي تتأثر بها أو العلاقات الاجتماعية وما يحيط بها. وليس بالضرورة طبعا أنني أتحدث عني شخصيا أبدا، وإنما أنا أتحدث عن المرأة بشكل عام أو الإنسانة من خلال ملاحظاتي لمن حولي واستماعي لقصصهم وأحاديثهم وما يحدث معهم، فأصوغها بشكل نص أدبي نثري لعله يرتقي لذائقة القراء والمستمعين إن شاء الله. أتمنى أن تقضوا وقتا ممتعا، وسيروق لكم إن شاء الله لأنه يعطي مساحة للتعبير النثر أكثر وينقلكم إلى عوالم أخرى إذا تعمقتم بقراءته. متمنية لكم رحلة ماتعة في بين سطور هذا الكتاب إن شاء الله، وشكرا لكم. الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة، كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم. سيدات سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل الحب والخير. نلتقي مجددا على أمل النصر وعلى أمل الارتقاء والعزة في ظل ما يشهده العالم من تغيير محاور الوعي والمعرفة. حتى لا أطيل في هذه السلسلة من اللقاءات، سوف أتناول بحث فن وفلسفة اللوحة والخط، لأن الجانب الآخر اللي هي قضية المقاسات والحروف أعتقد أنها تم طرحها بشكل موسع في وسائل التواصل الاجتماعي، لن أتطرق إلى هذه الناحية. ولنبدأ مباشرة في مقولة رائعة أحبها كثيرا لمحمود درويش، يقول: هي أم البدايات وهي أم النهايات. وطبعا الفقرة بالرغم من قصرها إلا أن لها الكثير من الصدى والأبعاد. وحتى نكسب الوقت سوف أبدأ في الكتابة، وأثناء الكتابة سوف أقوم بشرح بعض الخفايا الفنية التي قد تفيد المتلقي. أحاول أن أجسد المبنى والمعنى في النص، وتأكيد Thank you.
بعض المفاهيم التي تخدم النص بشكل فني ووظيفي بنفس الوقت، لأنه إحنا يعني متفقين على إنه الخط العربي هو الصورة المرئية من اللغة. كل لغات العالم لديها السادة المشاهدين، أنا قصدت هنا هي أم البدايات، التاء تبعت البدايات نزلت عن السطر، لأنه أنا إذا وضعت سطر الكتاب الأفقي حتى لا نشتت السادة المشاهدين، هذا هو المحور الأفقي الذي ارتكزت عليه في كتابتي، وبالتالي تاء البدايات يفترض أن عمرها 13.8 مليار سنة، اللي هي نقطة انفجار العظيم أو نقطة التكوين، فيجب أن تكون أسفل السطر، لأنها بالنسبة للمتلقي أو المتعامل مع هذه الجملة هي ماض سحيق، وأما النهايات فهي المستقبل وهي القادم. فلهذا السبب جاءت التاء والتاء هنا. الإيقاع الموسيقي في النص ساعدني، التاء الأولى تبعت البدايات أجت أو جاءت تحت السطر لتؤكد العمق التاريخي للجذر هذه طبعا نحن نتكلم عن فلسطين، نتكلم عن الأرض التي كلنا نفتخر بها. وأشكركم جميعا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة وفي تدريب وتمرين آخر. كل التقدير والمحبة والاحترام. مرحبا بكم في لقاء جديد من فضاءات. ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والمصور الفوتوغرافي الأردني صالح حمدوني، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح، ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين. أشكرك وشكرا على الاستضافة أستاذ محمد. أشكرك. مرحبا بك، فرصة طيبة. شكرا. حضرتك يعني مصور مدرب لفن التصوير الفوتوغرافي، يعني بدي أن نطلع عن نسمع عن التدريب على التصوير، نسمع لكن غير المختص كثير من التفاصيل يجهلها، بدي أن نسلط الضوء على هذه بعض التفاصيل. يعني ما هي المبادئ التي تعتمدونها للتدريب لفن التصوير، وهل يشترط وجود الموهبة لدى المتدرب؟ بداية مرة أخرى يعني شكرا على هذه الاستضافة أستاذ محمد، وأجد من واجبي أن أقدم تحية لأهلنا في فلسطين الصامدين والصابرين والمقاومين. في هذا الجانب بموضوع التدريب بصراحة يعني عادة يعني تحكم هذه العملية الرغبة بالتعلم، الحاجة للتعلم أو الحاجة لاكتساب هذه المهارة، ويعني بكون يعني من الأفضل أن تكون هناك موهبة. والمتدرب بطبيعة الحال يستطيع أن يحدد ماذا يريد من هذا التدريب، إلى أين سيذهب بحياته وممارسته. خض تجارب عديدة في التدريب من الأطفال حتى المحترفين، يعني بمراحل مختلفة وعلى تقنيات مختلفة. كمان دربنا من تقنيات استخدام الفيلم بأواسط التسعينيات وحتى الآن ديجيتال والهاتف
والإمكانيات المتاحة. وبصراحة موضوع التصوير تحديداً الآن يعني أصبح موضوع التدريب كثير سهل، لأنه يعني أصبحت الدروس متوفرة على الشبكة العنكبوتية بكل سهولة، ممكن أي متدرب في البيت يعني يملك هاتف أو يملك كاميرا أو يملك كاميرا فيديو أو كاميرا سينما بإمكانه يعني يشاهد الفيديوهات التعليمية اللي موجودة. لكن بالأساس بصراحة ما يحكم كل هذا التدريب هي الموهبة والرغبة بالتطور والأرضية التي يعني منها ينطلق هي الممارسة. التصوير بكل أشكاله وبكل أنواعه لن تستطيع أن تنتج صورة حقيقية أو مشهد بصري حقيقي إذا لم يكن هناك تدريب عملي متواصل، ممارسة عملية متواصلة وفهم لهذا المشهد. هناك جزء يتغاضى عنه كثير من المدربين وهو الجزء النظري، لماذا نصور وكيف نصور، ماذا نريد أن نبرز في الصورة، ماذا نريد أن نخفي بالصورة. بعيدا عن التقنيات التي توفرها البرامج المتاحة مثل الفوتوشوب وبرامج المونتاج، مجرد التقاط الصورة متى وكيف ولماذا وماذا سنقول، ماذا سنبرز، ماذا كما قلت ماذا سنخفي. المتدرب هل يمكن أن يستغني عن التدريب المباشر؟ يعني ممكن يعتمد على ما يطرح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، هل ممكن أن يكون مصورا محترفا من خلال هذه الدروس دون أن يلجأ إلى مصور أو خبير تصوير مباشر يعني يشرح له أو يعطيه دروس في هذا المجال؟ عمليا التطور الحاصل بوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والشركات الكبرى المعنية بالتصوير أصبح أعتقد أصبح بالإمكان الاستغناء عن المدرب المباشر. دور المدرب المباشر كان هو التوجيه والحث على الممارسة اليومية، الممارسة الفاعلة لفعل التصوير تحديدا. الآن أصبحت المواقع الإلكترونية والبرامج والفيديوهات التعليمية أصبحت تعطي المعلومة. هناك جزء كما قلت سابقا، هناك جزء يجب أن يكون المدرب حاضرا، أو على الأقل إذا مش مدرب موجود على الأقل أن يكون هناك ثقافة بعيدة عن التقنيات، هناك الثقافة التي المعنية بفهم الصورة. جميل. حضرتك عضو لجان تحكيم أيضا في مجال التصوير ومجال التصوير الفوتوغرافي والأفلام، هذا التحكيم يأتي ضمن مسابقات تقام لهذا الغرض؟ صحيح، في مسابقات. نعم. وهناك تجربة خضناها هي التجربة النقدية، احنا بنسميها التجربة النقدية. آخر لجنة تحكيم شاركت فيها كانت من خلال مركز دراسات اللاجئين في جامعة اليرموك، عقدوا مسابقة لأفلام تتحدث عن ظروف النازحين واللاجئين. نعم. لأنه بنعرف أنه الأردن استقبل يعني موجات متتالية من اللاجئين والنازحين، أخواننا العرب في كل من كل مكان. عقدوا مسابقة فأنا كنت أنا ومجموعة من الفنانين مخرجين وممثلين كنا في هذه اللجنة، بالإضافة لكادر أكاديمي من جامعة اليرموك، طبعا أشكرهم على هذه الثقة. حكمنا أفلام قصيرة ويعني أصدرنا قرارات بفوز بثلاث مراتب لهذه الأفلام. هناك تجربة أسبق عن لهذه، كنت عضو اللجنة الفنية والنقد في اتحاد المصورين العرب. وكانت هذه اللجنة لها صفحة متخصصة على الفيسبوك، فكنت أنا ومجموعة من الزملاء، إحنا كنا من كل الوطن العربي كنا تقريبا 5، وكانت مهمتنا اختيار الصور المناسبة ليتم عرضها على الصفحة. يعني هناك كان حساسية مطلقة في التعامل مع الصور، مش أي صورة يتم نشرها. فيعني اشتغلنا على هذا الموضوع ثم طورنا
بالفكرة أصبحت اللجنة الفنية والنقد، فأصبحنا نختار الصورة من نواحي فنية ونقدم، نختار بعض الصور ونقدم فيها نقد بصري وبالتكوين وبالشكل وبالمضمون. جميل. حضرتك أقامت عدة معارض شخصية في مجال التصوير، كان الضوء حاضرا في عناوين المعارض. العناوين هكذا: الرسم بالضوء، واحتفال ضوئي، ورؤى أو رؤى أو رؤى ضوئية. ماذا يشكل الضوء في مسيرتك الإبداعية؟ الضوء حاضر بطبيعة الحال. إذا عدنا لأصل كلمة فوتوغرافيا، هي الأصل الرسم بالضوء. وعمليا الكاميرا بكل أنواعها يعني تقوم على فكرة تسجيل الضوء أو ما ينعكس عن الضوء، لذلك سيكون الضوء حاضر. وأنا بهذيك المرحلة بطبيعة الحال يعني ما زلت مهووسا بفكرة الضوء وأتبع الضوء. فكرة المعرض الأول كانت الرسم بالضوء لأنه المعرض الأول. والمعرض الأول جاء نتيجة تقريبا 3 أو 4 سنوات من التدريب. المعرض الأول كان ب 1997، وكان ناتج عن مرحلة طويلة من التدريب، استمرت تقريبا 4 سنوات. تدربت فيها على التصوير. في تلك الفترة لم يكن ديجيتال متاحا، كنا نستعمل الأفلام، فتدربت على التصوير بالأفلام الأبيض وأسود وتحميضها يدويا بخلط المواد والتحميض اليدوي والطباعة اليدوية. بهذه التجربة يعني أحسست أنه يعني يجب أن أعرض نتائج هذه التجربة، فعرضتها في نفس المكان الذي نشأت فيه وولدت فيه ونشأت فيه، في نادي الجليل في مخيم إربد. جميل. صمد الشمس، فيلم قصير قمت حضرتك بتصويره وإخراجه، يعني ماذا تناول هذا الفيلم، وهل هي التجربة الأولى لك؟ التجربة الأولى؟ لا، مش التجربة الأولى بطبيعة الحال. في تجارب عديدة سابقة في مجال الأفلام القصيرة، أغلبها يعني كنت أنجزه لصالح أصدقاء الفنانين والكتاب، ثم يأخذوا ليشاركوا في مسابقات. لظروف وشروط تتعلق بالمسابقات لم يكن متاح أني أعرضه على مسؤولية الشخصية بطبيعة الحال، وهذا يحدث. يعني فيلم صمد الشمس هو محاولة لإثارة الانتباه لقرية صمد. قرية صمد هي قرية تراثية من القرى المعدودة على أصابع اليد التي ما زالت قائمة في الأردن. أريد إثارة الانتباه. في أي محافظة؟ هي في محافظة إربد، في شمال الأردن، في لواء المزار الشمالي. القرية قائمة وفيها أهالي، عائلات محدودة، باقي البيوت مهملة. هذا الفيلم هو دعوة للانتباه لهذه القرية، لإعادة ترميمها، لإعادة استخدامها أيضا، تصلح لتصوير السينما، تصلح لتصوير المسلسلات التلفزيونية المعنية بتلك الحقب. القرية متميزة بسيرتها الأنثروبولوجية زي ما بنقول. شهدت القرية علاقات متينة ووطيدة، وعلاقات عائلية وحميمية بين إخواننا المسيحيين وإخواننا المسلمين. هناك مقولة نشأت في تلك القرية أنه يعني حياة المسلم مسنود على حياة المسيحي، وهذا شيء عينته وشفته بعيني. يعني هذا هو السبب الدافع إلى إقامة أو إعداد هذا الفيلم، وموضوع التعايش الاجتماعي، أم يعني هذه القرية فيها معلم تاريخي مثلا، معلم حضاري؟ طبعا هو كل ذلك.
أمام التفتت الذي يحدث على مستوى العالم وإثارة النعرات وإلى آخره، هذا نموذج محدث. جميل. يعني حضرتك يعني فضلا عن فن التصوير لك تجربة في الكتابة، وأول قطاف الكتابة حمل عنوان على قيد الضحكة الأبدية. في هذا الكتاب أوردت سؤالا للروائي الأردني محمود عيسى يسأل: حقا الكتابة أهم من الحياة، أهم من المرض والألم والوجود والمعاناة؟ فهل وجد محمود عيسى جوابا لهذا السؤال؟ هذا السؤال أثير حقيقة في تجربة محمود عيسى موسى. نعم. هذه التجربة الغنية والطويلة عملية والكثيفة والمليئة بالمعاناة أيضا. نعم. هذا السؤال أثير في الوقت الذي كان يعاني فيه الروائي والفنان التشكيلي محمود عيسى موسى من مرض السرطان. نعم. أعتقد وأنا على اطلاع جيد بتجربة صديقنا الأستاذ محمود عيسى، أعتقد أن نعم الكتابة أنقذت محمود نعم من الموت ودفعته إلى الحياة مجددا. نعم. وأعتقد أن محمود ما زال صامدا. نعم. رغم ظروفه السيئة. يعني أفهم من كلامك أن الكتابة كانت نوعا من العلاج. طح. يرافق. طح. العلاج نعم. الكيميائي والعلاج. نعم. والعلاج من كل ما يحدث. نعم. معنا وحولنا أيضا. نعم. يعني رغم الظروف البائسة التي يعيشها صديقنا. نعم. محمود عيسى، العمر، المرض. نعم. الوضع الاقتصادي السيء إلى آخره، ما زال يكتب. أعتقد أن الكتابة أنقذتنا كلنا. جميل. من 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 عبث الحياة وتفاهة الحياة. إذن هي علاج للجميع. طبعا. جميل. طبعا. تجربة أخرى تضاف لي رصيدك الإبداعي كتاب زر وسط القميص. هذه مجموعة نصوص نثرية عذبة امتزج فيها الواقع بالخيال والصورة بالمعنى، إلا أنها حقيقة يعني تجعل القارئ في دوامة وحيرة، فيقع في إشكالية تجنيس هذه النصوص، يعني إلى أي جنس أدبي يمكن أن يحيلها، فيراها أحيانا نثرا حرا وأحيانا قصصا قصيرة وأحيانا أخرى يوميات. فبدي أن نطلع أو نقف على رأي النقاد، ماذا قالوا في هذه النصوص، كيف جنسوها؟ يعني بصراحة يعني على صعيد الشخصي أنا ما كنت معني بتجنيس. نعم. ما أكتب، أحببت ما أكتب، والأصدقاء الذين يعني أخذ برأيهم. نعم. أحب ما أكتب، لم أكن معنيا بالتجنيس، ولا أعتقد أنها يعني قضية يعني كبرى. نعم. بعض النقاد نعم اعتبروا أن النصوص هي نصوص إشكالية. نعم. البعض صنفها قصائد نثرية أو شعر منثور، البعض صنفها قصص، البعض صنف أنه يعني فيها روح روائية كان يمكن معالجتها بطريقة ما، كان ممكن هذه النصوص بمجملها أن تكون. نعم. عمل روائي. أحترم آرائهم طبعا بطبيعة الحال، حتى فكرة أن الكتاب مكتوب عليه سرديات، هذا اقتراح لم أوافق عليه ولم أرفضه أيضا. نعم. من الناشر صديق. نعم. جهاد أبو حشيش دار فضاءات. نعم. اقترح أن تكون سرديات، لتكون سرديات. نعم. لست معنيا، لا يهمني حقيقة يعني موضوع التصنيف، يهمني ماذا أريد أن أقول في هذا العمل، الفكرة والرسالة. نعم. جميل. من يقرأ نصوصك في زر وسط القميص يعني يدهش من التقاطك للتفاصيل الدقيقة، وكأن النص صورة فوتوغرافية ولكاميرا وليس نصا منثورا، فتجسد أو تتجسد الفكرة بأعمق معناها. فهل احترافك لفن التصوير يعني كان له الأثر العميق في هذا التجسيد أو هذا الشكل للنص، أنه ظهر وكأنه صورة فوتوغرافية؟ صحيح.
يعني التجربة بالتصوير الفوتوغرافي هي أسبق عن التجربة بالتجربة في الكتابة. نعم. وبحقيقة الأمر أنا أكتب ما لم أستطيع تصويره. نعم. معذرة سنكمل بعد الفاصل أستاذ صالح، معذرة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والمصور الفوتوغرافي الأردني صالح حمدوني. أعود إليك أستاذ صالح، كنت تقول أنه يعني حرفة التصوير سبقت الكتابة. نعم. بالضبط، حرفة التصوير سبقت الكتابة، كانت تجربة. عمليا كان هناك ما يستفز للتعبير عنه. نعم. أكتب بعض الهواجس والأفكار والتفاصيل التي لم أستطع تصويرها أو لم أستطع تجسيدها في مشهد بصري، لذا كنت ألجأ للكتابة، لأن هناك ما أسميه في التصوير أن هناك ما يحك الفكرة. نعم، جميل. بالتالي يعني للتعبير عن هذه الفكرة أو للخلاص من هذه الحالة كنت ألجأ للكتابة، وكنت أحمل هذه الكتابة يعني كل الهواجس والأفكار والأحلام. نعم. والطموحات، يعني كنت أحملها في الكتابة. الكتابة حملت ما لم تستطع الكاميرا حمله. جميل جميل. نصوصك مدججة بالوطن المحتل وذكريات الحزن العميق والماضي المطعون بحسرات العاشق المكبل حيث الحروف تنزف دما. كيف جعلت النص يحمل وجع المخيم وأنين النزوح وزهر الياسمين، وأنت تحمل بين جراحك حلم العودة إلى حيفا يانعا أخضر مثل دالية، وترى الأفق قنديل أغاني؟ كيف؟ يعني أنا ولدت ونشأت في مخيم، في مخيم إربد تحديدا، بكل ما تحمله فكرة المخيم. هذا المخيم للفلسطينيين. نعم، لأنه إربد للاجئين، اللاجئين الفلسطينيين. نعم. لأنه إربد استقبلت لاجئين سوريين أيضا، وهناك مخيم لهم أيضا على ما أظن الزعتري اسمه المخيم، في المفرق، في محافظة المفرق. نعم، محافظة إربد. إربد ليس فيها مخيم للاجئين السوريين؟ لا، رسميا ما في مخيم لاجئين. نعم، لكن هناك لاجئين سوريين. لاجئين سوريين في عدد إربد كبير. نعم. من اللاجئين السوريين. نعم. مقيمين في إربد في أحياء مختلفة. نعم نعم. إربد فيها مخيمين للاجئين الفلسطينيين. نعم. اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، يعني من لجأ في عام 1948. نعم. ومن لجأ بعد النكسة، بالنكسة عام 67. والمخيم ليس مكان جغرافي فقط. نعم. وأعتقد أن الجغرافيا لا تعني كثيرا مقابل فكرة المخيم، فكرة وعي المخيم. نعم. أنا نشأت في هذا الجو، وبالتالي أنا لا أحمل فقط هواجسي وأحلامي. نعم. أنا أحمل هواجس جيلي. نعم. وعائلتي وأبائي وأجدادي يعني وأبنائي أيضا. نعم. أحلم بطبيعة الحال بالعودة، وهي حق أحلم بها، أستطيع أن أجزم أني أحلم بها لأنها حق. نعم. حين تتحقق قد يتوقف هذا الحلم وقد يذهب إلى مساحات أخرى. المخيم شكل لنا حالة وعي متميزة. نعم. ومختلفة بصراحة. نعم. وهذا الوعي هو ما قاد. نعم. المسيرة والتجربة والخيارات لاحقا باتجاهات مختلفة. نبحث عن الحب بطبيعة الحال، نبحث عن الجمال بطبيعة الحال. أنا شخصيا عندي ارتباط وثيق
بالأخضر نعم. المزروع والأزرق المحلق في السماء، هذا يشكل جماليات مهمة ويشكل بعتقد يعني جزء من 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 وعينا وبصيرتنا. أتذكر تماما من زواريب المخيم قبل أن يهجم الإسمنت على المساحات المحيطة بالمخيم، من زواريب المخيم كنا نرى جبل الشيخ، وكنا نرى السهل الأخضر الذي يمتد إلى شمال إربد، وكنا نرى الغيوم القادمة والتي تلامس جبال فلسطين من حواري المخيم. كنا نرى هذا المشهد، كل هذا المشهد ما زال حاضرا وهو يقود المخيلة، وهو المقياس عمليا لكثير من المشاهد المقترحة. جميل، لاحظت دمشق حاضرة بقوة في نصوصك في هذا الكتاب. كتاب زر وسط القميص. ما سر هذا الحضور لدمشق؟ دمشق ارتبطت بوعينا، على الأقل الجيل الذي أنتمي له ارتبطت بالنشاط السياسي، ارتبطت بالثقافة، الحالة الثقافية. أوائل ما النصوص التي نشرتها في الصحف السورية بصراحة. وأوائل أول خروج لي من المخيم كان باتجاه دمشق. وفي دمشق تشكل جزء من الوعي، أو صقل جزء من وعي ومن تجربتي ومن علاقاتي الإنسانية. الحب الأول في دمشق. وهذا الحب ارتبط بطبيعة الحال بحواري دمشق القديمة التي كنا نتجول فيها. أحيانا نتجول ككتاب ومثقفين، أحيانا نتجول كفنانين، أحيانا نتجول كعشاق. أيضا. فكل هذا شكل صورة دمشق، ودائما يعني المشهد الأول يبقى في الذاكرة. فدمشق هي المشهد الأول خارج المخيم كان. جميل جميل. كتاب آخر أصدرته مؤخرا تحت عنوان أسرى يكتبون، ويعني أسأل يعني هل هو توثيق؟ طبعا يعني رابطة الكتاب الأردنيين تبنت هذا المشروع أسرى يكتبون، وأقامت أمسيات كثيرة لأسرى قاموا بالكتابة في السجون الصهيونية، وهربوا كتاباتهم فيما بعد خارج السجون ونشرت وطبعت، وأنا شاركت في بعض النشاطات التي كان يعني المتبني أو الذي يقوم بالإشراف على هذا المشروع في الرابطة صديقنا رحمة الله عليه محمد عارف مشة رحمة الله عليه، إنه فكان لنا عمل مشترك في هذا المجال لأسرى. كتبوا في السجون، كتبوا القصائد، كتبوا الروايات، القصص، كتبوا معاناتهم. يعني الآن أنا هذا العنوان يحيني إلى مشروع رابطة الكتاب الأردني، فهذا الكتاب الذي أنت أشرفته أو أعددته، أو هل هو تجسيد لذلك المشروع الذي تمنته الرابطة؟ بصراحة يعني المشروع انطلق قبل أن تتبنى رابطة الكتاب مشروع أسرى يكتبون. وكان يعني مجموعة من الأصدقاء في عمان تلقفنا مبادرة طرحها صديقنا المحامي الحفاوي حسن عبادي. حسن كان مشارك معنا في يشارك في كل الندوات وعمليا. ودعني أقول لك هذه القصة. صديقنا حسن عبادي هو محامي وتطوع بلا أي مقابل لزيارة الأسرى والاطمئنان على أحوالهم، فكان الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال يسمح له بإدخال 3 كتب سنويا فقط، وهذا الحديث أو هذا المسموح كان قبل 7 أكتوبر. فتطوع صديقنا حسن عبادي لإيصال الكتب للأسرى.
فكان يأتي إلى عمان ويحصل على الكتب من الأصدقاء روائيين وشعراء وباحثين فيأخذها معه ويوزعها على الأسرى. ثم أثير سؤال الأسرى يقرؤون، طب هل الأسرى يكتبون؟ فنشأت مبادرة أسرى يكتبون، فكما تحدثت حضرتك أستاذ محمد أقمنا أول فعالية أتذكر في عمان، وتحدثنا فيها عن 5 أسرى من بينهم الأسير الذي فاز مؤخرا بجائزة مهمة على مستوى الوطن العربي، نعم، الأسير باسم خندقجي وآخرين أكيد. ثم توقف المشروع أو يعني لم تكتمل صورته بصيغة ما، فتبنته رابطة الكتاب الأردنيين وأشرف عليه صديقنا الروائي عبد السلام صالح، نعم، وكان المرحوم صديقنا محمد مشي من، نعم، من الحاضرين المتواصلين. عبد السلام صالح أيضا كان معنا ضمن النشاط، نعم، فعلا الأستاذ محمد مشي كان يعني واحد من محركات، نعم، هذه المبادرة، يعني باعتباره هو كان رئيس لجنة الرواية والقصة في الرابطة أعتقد، نعم، أعتقد. الآن بموضوع الكتاب بصراحة يعني إحنا أقمنا 29 فعالية أو ندوة، نعم، عن أسرى يكتبون، آخرها كانت ندوة عن الأسير عنان الشلبي أقيمت في إربد، تبناها فرع الرابطة في إربد ونحن شركاء طبعا بهذا المشروع. كان هناك فكرة بصراحة لتوثيق هذه التجربة، نعم، فكلفتني رابطة الكتاب الزميل الشاعر العزيز أكرم الزعبي الرئيس السابق والأستاذ الروائي عبد السلام صالح، كلفوني بجمع أن ما قيل في هذه الندوات، نعم، ومحاولة يعني تحريرها وإعدادها لتكون في كتاب. بصراحة كان الكم هائل، ف يعني اقترحنا أن تكون المسألة يعني بحدود معينة، نعم، بمعنى أن يكون الكتاب يحتوي اسم الأسير، اسم الكتاب الذي أصدره الأسير، السيرة الذاتية للأسير، تقرير عن مجمل الفعالية، نعم، كي لا يضيع حق أحد من المشاركين، واختيار مادة مكتوبة عن مادة نقدية أو، نعم، إبداعية عن الكتاب موضوع الندوة، وللاكتفاء بهذا الكم. ومع ذلك كان الكتاب ضخم بحدود 350 صفحة، لذا وهذه مناسبة للاعتذار عن أي غياب عن لأي اسم، نعم، لا يوجد اسم غاب، التقرير موجود في بداية كل فصل وفي التقرير، يعني كل أسرى الذين وصلت كتاباتهم إليكم موجودة أسماءهم في الكتاب الأسرى، نعم، كل الندوات التي أقيمت موجودة، نعم، وأنا أتحدث عن المشاركين، يعني فقط يعني الكتاب شمل فقط الندوات التي أقيمت، الندوات عددها 29 أو 28 إذا لم تخن الذاكرة، نعم، 28 ندوة، كل ندوة كانت تتعلق بإصدار واحد لأسير، نعم، كان هناك ندوتين عن الأسير الشهيد وليد دقة الذي رحل مؤخرا بسبب الإهمال الطبي في سجون، نعم، الاحتلال، ويرفض الاحتلال تسليم حتى جثمانه، نعم، لعائلته. كان في ندوتين، سر عن كتاب للفتيان سر السيف، وكتاب آخر أيضا للفتيان سر الزيت. وزي ما حكيت يعني في بداية كل فصل هناك تقرير يورد مشاركات أو أسماء المشاركين، نعم، وطبيعة مشاركتهم كل المشاركين، وهذا يعني يحفظ حق الجميع. القراءات النقدية كانت مقتصرة أو منتقاة، نعم، لضرورة أنه لضرورات فنية، لا نستطيع طباعة كتاب من 700 صفحة أو من 1000 صفحة يعني، نعم، فقط هذا هو. جميل، حضرتك كتبت مقالات نقدية في فن
الفوتوغراف لا سيما مقال لا سوريالية السوريالية. نعم. ومعروف السوريالية اللي هي يعني فوق الواقع وما بعد الواقع، وظهر هذا اللون من الفن في فرنسا، ويعني صدر البيان الأول للسوريالية في فرنسا عام 1924، وأعلن فيه السوريالين أن التغيير الاجتماعي شرط لتحرير الفن. والبيان الثاني عام 1938 حمل عنوان نحو فن ثوري حر أمام حالة التشويش والادعاء التي تعيشها السوريالية على شاشات الفضاء الإلكتروني الآن. أين هي مضامين بيانها الأول وبيانها الثاني؟ يعني هذا سؤال كبير بصراحة، ويعني هذا موضوع بحث وليس موضوع، لكن سأجيب. أنت كتبت في هذا نعم 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 نعم، وهذا يحتاج لكتابات أخرى. نعم، لكن دعني أشير أولا، موضوع الكتابة في مجال النقد الفوتوغرافي هو موضوع يعني أشكر صديقنا الناقد والقاص المصري محمود الغيطاني. نعم. الذي يعني استفزني في هذا المجال وكلفني عند شراكتنا لإصدار مجلة متخصصة في النقد بمختلف أنواع الآداب والفنون. نعم. مجلة نقد 21. وبصراحة يعني حاولت من خلال مجمل الكتابات أن أعرض يعني الكوارث والضوضاء البصرية التي نعيشها. لذا كتبت عن مجمل المشهد البصري، ثم حاولت أني أكتب بشكل مفصل. نعم. فكانت المقالة التي تتحدث عن لا سوريالية السوريالية. وفي الحقيقة يعني السوريالية مثلها مثل كل الأشياء الجميلة في حياتنا التي تم تجريفها وتخريبها وتشويهها. السوريالية بدأت في الحقيقة سواء من خلال المؤسسين أو من خلال النهج الذي اتبعته، هي كانت حركة ثورية، هي كانت يعني تجسيد الحالة الثورية في تلك المرحلة على الصعيد الفني. نعم. كما كانت هناك الحالة الثورية أو الحركة الثورية على صعيد تحرير المجتمعات ومحاربة الاستعمار وإلى آخره، فكانت هي جزء من مجمل هذه الحركة. لكن للأسف هناك من لعب على تخريب وإفراغ. نعم. هذه الحركة من مضمونها، فتحولت إلى فن بلا أي معنى. إذا اطلعنا على تجربة السورياليين الأوائل لغاية أوائل الخمسينيات، كنت ستجد مقولات واضحة متمردة وثورية وحقيقية ومعبرة عن وعي ومعبرة عن حالة التشوه التي يعيشها الإنسان. لذا جزء كبير من اللوحات السوريالية تحمل هذا المفهوم، مفهوم التشوه، مفهوم التشتت، مفهوم الخراب. نعم. الذي سببته الرأسمالية وأنظمتها والاستعمار. لكن كما قلت كل الأشياء الجيدة والواعية والمهمة والمحترمة. نعم. والتي تسعى لتحرير الإنسان بشكل حقيقي تم تخريبها وتجريفها. نعم. والآن ما زالت هذه المسألة مستمرة للأسف. نعم. كم من تخريب نشاهده الآن؟ كم مساحة التشويش والتشويه؟ هائلة بصراحة. نعم. أنا أسمي ما نمر به بحالة بله. نحن فعليا نعيش هذه الحالة، حالة البله، حالة الكسل، حالة. ويبدو هناك مؤسسات تعمل على التجهيل والبلاهة والتسفيه. نعم. بكل تأكيد، لذلك تحديدا. نعم. قلت أن هذا الموضوع بحاجة لدراسة واسعة. نعم. حجم التخريب الذي يحدث، لنتخيل رقم بسيط، يوميا بحسب وسائل التواصل الاجتماعي، يوميا يتم بث على وسائل التواصل الاجتماعي بحدود 1,000,000,000 صورة.
كم منها يقول شيء، كم منها يتحدث عن شيء، كم منها يقدم فكرة أو يقدم شيء. الوضع خطير. شكرا لك الكاتب والمصور الفوتوغرافي الأردني صالح حمدوني، شكرا لك على هذا الحوار الجميل. شكرا لك. شكرا لك. شكرا على استضافتي، وشكرا لقناة الرافدين. شكرا لك مرة أخرى. شكرا لك أستاذ صالح. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.